اثبات سحب من تطبيق جيمي او برايز زي ما هو قدامك كده في الصوره. ده اثبات سحب ب10 دولار و15 سنت يعني بالسنتات. ده دليل ان التطبيق بيدفع يا جدعان وتقدر ان انت تسحب منه فلوس. ناس اللي ما تعرفش تطبيق جيمي او برايزز انا هقول لك عليه دلوقتي. ولكن قبل ما نروح للقصه دي صل على النبي يا صاحبي الكومنتات، لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل جرس الانبهات، وفي شويه حاجات كده من ضمنها قناتنا البديله احمد سعيد برضو، اتمنى ان انت تروح وتشترك فيها يعني بحيث ان احنا لا قدر الله اي حاجه حصلت هنا هنكمل هناك. دلوقتي للناس اللي ما تعرفش تطبيق جيمي، فهو عباره عن تطبيق لان انت تلعب العاب عليه وتجمع تيكتات او تذاكر او جول. غير كده في لعبه حظ، اول ما بتسجل حساب يعني تقريبا بيديك دولار او اتنين حاجه زي كده. غير ده كله في حاجات كده هم بيعملوها في التطبيق زي سحب، ممكن تدخل ب10 تذاكر. كل اللي انت بتعمله تدخل على التطبيق تمام وبتتفرج على فيديو اتنين وتلاته تمام، وممكن تكسب مبلغ كبير جدا غير 10 دولار. انا ما بشتغلش على التطبيق، انا جمعت ال10 دولار تقريبا بس من الدعوات. ونسيت اقول لك ان انت طبعا تقدر ان انت تجمع فلوس من الدعوات من تطبيق جيمي. على كل واحد هتدعيه هتاخد 10 سنت بالاضافه ل 500 تيكت، وبعد كده لما هو يوصل تقريبا للحد السحب يعني هتاخد نسبه على السحب بتاعه 10%. الموضوع حلو لو انت دعيت اصدقاء، ولو انت كل يوم بتفتح تجمع التذاكر بتاعتك السته او الثمانيه وكذا حاجه، فهيكون عندك نسبه ان انت تكسب فلوس بنسبه كبيره جدا في التطبيق. وزي ما انا قلت ان ده اثبات سحب من تطبيق جيمي، لان في ناس كثيره جدا سالتني عن التطبيق وعايزه اثبات، ف ده الفيديو اللي بيثبت ان التطبيق بيدفع. والتطبيق لو ما بيدفعش هطلع اقول ما بيدفعش، لانه زي ما انت عارف ما بتفرقش معايا يعني، انا مش بطبل لحاجه. بس كده يا صاحبي ده اثبات سحب من تطبيق جيمي. انت بقى لو عندك اي موقع اي حاجه عايزنا نتكلم عليها سيبها لنا في الكومنتات، باذن الله هنطلع في فيديو تاني واقول لك رايي في الموضوع. بس كده واشوفك في فيديو تاني. سلام.